باهي أصدقائي، تو باش نحكيو على خاصية الأوفر فلو. أوكي باهي، إيجا نفهمو خاصية الأوفر فلو لأنها مهمة جدا ونقوم بالاستخدامات نتاعها في العديد من المرات في بناء المواقع. أوكي باهي، إيجا خلينا نفهمو الأوفر فلو. باهي، أنا باش ناخو إكزامبل، باش نعمل بي كيما هاكا باراجراف، باش نعمل فيها لورم إبسوم. أوكي، لورم ابسم هذا باللغه الاسبانيه يعطيهون الفي اس كود، اللي هو النص هذا تنجم تبحث عليه حتى في جوجل، فما برشا الانواع. هذوما فقط للتجربه، وقت باش تكتب مثلا تعمل تيست نتاع نص وكل شيء، يعطيك لورم ابسم هذا اللي هو باللغه الاسبانيه على ما يبدو، كما تشوفوا مجموعه من النصوص كما هكا، ما عليك الا تعمل لها كوبي فقط. وهذه تلقاها معناها حتى كتشاهد دورات اخرين دائما يستعملوا الكتابه هذه، حتى كانت تهبط التمبلت نتاع موقعك حاضر من الانترنت دائما تلقى النص هذا، يعني ماهيش تبع ال HTML ولا تبع ال CSS ولا تبع ال VS Code. هذه كما نقولوا احنا حاجة ستاندرد موجودة في عالم كامل، الناس الكل تستعملها. اوكي، ديما يعملوا ديكس كيف كيك يجربوا به، حاجة ديفولت كيما يجربوا بها. كما تشوفوا قدامكم عملت نص طويل برشا، خلينا نعمل سكرول كما هاك باش تشوفوا الكل. مش موضوعنا ذا، انا فقط باش نحب نفسر لكم حكاية اوفر فلو. باهي، نعمل ردود البيج كما تشوفوا قدامكم، هذا هو النص متاعنا. باهي، النص متاعنا هذا باش نعمل له ويذ وهايت. باش نعمل له ويذ وهايت، اول حاجه نكتب بي، نعطيه الويذ العرض متاعه نقوله مثلا 300 بيكسل، وباش نعطيه هايت مثلا باش نقول مثلا 200 بيكسل. اوكي، كنترول اس، نعمل ردود البيج كيما تشوفوا قدامكم. باهي، خلي نعمل له باك جراوند باش نجم نعرف الباك جراوند بتاع التكست. التكست هذاك باك جراوند، باك جراوند نقول له مثلا ريد. اوكي، نعمل كنترول اس ونعمل ردود البيج. باهي، كيما تشوفوا قدامكم هذا الباك جراوند نتاع التكست نتاعنا هكا، ولا هذا التكست نتاعنا، او عن الويد وعنده الهايت نتاعو. انا باش نحاول اني نكبر في التكست شوي، نزيد نكبر في التكست شوي، بس نزيد نعمل لورم ابسم مره اخرى، لورم ابسم مره اخرى، ونعمل ردود البيج. باهي، شوفوا المشكل اللي صارت لنا لهنا، علاش الباك جراوند لهنا خذات، شوف كيفاش خذات التكست نتاعنا، هذا هو التكست نتاعنا اللي كل موجود في البي، لكن الباك جراوند لهنا خذات على طول الهايت فقط، خذات على طول الهايت كهو. علاه؟ لانه احنا كنجيب لهنا في ستايل عاملين الهايت 200 بكسل، وانا عاملها بالعاني هذه 200 بكسل، لاني باش نفسر بها خاصيه الاوفر فلو. يعني التكست نتاعنا على قد ما يمشي يكبر، على قد ما يمشي يكبر، شوف نزيد لوريم اوبسن اخرى، باش تقعد الباك جراوند فيكسد لغاديك، باش تقعد الباك جراوند فيكسد كيما تشوفوا قدامكم فيكسد، لان هذه الهايت نتاعها. يقول القائل ما نجي انا لهنا ونتذكى عليها، شنو نعمل؟ نخلي الهايت نزيد نكبر فيها اكثر، بزيد نعمل باك جراوند اي وقت يكون التكست نتاعنا دايناميك. مثلا عندنا التكست نجيبه فيه من قواعد البيانات، والتكست ينجم يمشي يا كبار يوصل حتى بال 1000 ستار وبال 5000 ستار، كل مره تدخل تعدل على الكود هذاك وتطول في الهايت نتاع الباك جراوند ما يجيش، ماهوش حل. ومن هنا جت خاصيه الهيدن. ايوا، شنو هي الهيدن سيتي؟ قبل كل شيء اجي نوريكم حاجه، مثلا في موقع وينو بابا كان تشوفوا التكست لهنا، ما مش مستعملها انا لهنا، باهي مانيش مستعملها لهنا. التكست هذا ساعات في بعض المواقع، تدخل موقع من المواقع كيف كان تاع بلوج، تلقى تكست كيما هكا باراجراف، ووقت يكمل التكست هنا يعطيك ثلاثة نقاط، يعطيك ثلاثة نقاط، يعني يعطيك فقط ثلاثة جمل أربع جمل ماك التكست هذاك، يعطيك لهنا ثلاثة نقاط، يقول لك ديتيلز، معناها كمل النص هذا في بلاصة أخرى. اوكي، كمل النص هذايا في مكان اخر، معناها تعمل ديتيلز كيما هكا. ساعات الفيسبوك كيف تقرا ارتيكل مثلا، يعطيك ثلاثه اسطر اربع اسطر ماك الارتيكل هذاك في بوست كيف في الفيسبوك، وبعدين يقول لك شو اول ولا فيو اول، معناها كمل اقرا التكست، فيو ديتيلز ولا حاجه كيما هكا، كل ما يعطيك تكست باش نجم تقرا التكست، كليك على البطن هذاك. اوكي، كيف زاد لهنا تدخل فيها حكايه الاوفر فلو. ايش نشوفوا مع بعضنا نعملوا انسبكتي اليمنت وخلي نفسروا اوفر فلو. انا عملت الفاست هذوما ثلاثه باش نجم نفسر بها حكايه خاصيه الاوفر فلو. نعمل اوفر فلو، هي باي ديفولت الاوفر فلو تكون فيزيبل، تكون فيزيبل اللي هي الخاصيه هذه الاخرانيه هايك، هي الخاصيه هذه فيزيبل باي ديفولت تكون هكا، يعني كي تعمل فيزيبل كي ما تعملش هي باي ديفولت هكاك. باهي، ايش خلينا نعملوا خاصيه الهيدن. ايوه، شوفوا الهيدن شنو يعمل. اوفر فلو هيدر شنو يعمل؟ يفسخ اك الزايد الكل، يفسخ اك الزايد الكل، الزايد الكل واللي ما عادش نشوفوه،
هيك قلتوك ما بعد كان نحى الاوفر فلو، مش نحى مش نحيتها، لقيت كيفاش قمت بخفايا كيفاش رجع التاكس بتاعنا، لكن كي نعمل اوفر فلو هيدن ينحي الزايد الكل وقت، واللي يتعامل كان فقط مع اللي في الباك جراوند هاو، كان جيت تكبر في الهنت الهيدن تو يزيد يورينا شويه ماك التاكس هاو، شوفوا مع بعضنا كيفاش نكبر فيه. يعني اوفر فلو هيدن شنو بتعمل لنا؟ تخفي لنا فك الزايد الكل، الزايد اللي مش قاعده تغطي فيه الباك جراوند، اللي مش تغطي فيه الباك جراوند، نقصد مش تغطي فيه الباك جراوند يعني النقص في الهايت والويث، اوكي خاطر الباك جراوند اصلا هي مربوطه بالوايد للهايت والويث به. هذه خاصيه الهيدن، الهيدن شنو تعمل كما قلنا، اللي هي تخفي لنا الزايد الكل مربوطه بالويث والهايت، اي حاجه تخرج على الويث والهايت هذيك باش يقوم باخفائها به. عندنا الهيدن، عندنا كيف الخاصيه الثانيه اللي هي اوتو، الخاصيه هذه اللي اسمها اوتو، اوتو هذه كما تشوفوا قدامكم باين اوتو كي نعمل اوفر فلو اوتو شنو، شوفوا شنو خلق لنا هنا، خلق لنا سكرول بار، خلق لنا سكرول بار، يعني الهيدن شنو تعمل، الهيدن تخفي لنا التكست هذاك، لكن بينما الاوتو لهنا يعمل لك سكرول بار كما هك، التكست نتاعك على قد ما يمشي يا كبار وكل شيء ما يقلقش، يوصلش حتى 5000 ستار 5 ملايين ستار ما فما حتى مشكل، سكرول السكرول بار هذايا باش يتبع فينا. الميزه الباهيه في السكرول بار هذايا، الميزه الباهيه في الاوفر فلو اوتو، انه كي يكون التكست نتاعك باهي خلينا نطبقها نكتبها لهنا اوفر فلو اوتو، نعمل رولود البيج كما تشوفوا قدامكم انا سكرول بار موجود. الميزه الباهيه في الاوفر فلو اوتو انه كي يكون التكست نتاعك قصير، يكون التكست نتاعك قصير باش نقص فيه التكست نتاعنا مثلا، التكست نتاعك قصير كما هكا فقط تكست قصير كما هكا وتعمل رولو للبيج ما عادش يظهر سكرول بار، ما عادش يظهر سكرول بار. هذه هي الميزه الباهيه في الاوفر فلو اوتو، انه وقت يكبر التكست نتاعك يولي طويل الوقت هذاك يتعمل سكرول بار، في صوره ما التكست نتاعك قصير ما يتعملش سكرول بار. اوكي هذه هي الميزه الباهيه في الاوفر فلو اوتو باهي. فما كيف اللي هي اوفر فلو سكرول، سكرول باهي شنو هي السكرول هنا؟ هي كيف كيما الاوتو بالضبط، كيما الاوتو بالضبط، كيما الاوتو بالضبط، لكن المشكل فين؟ انه كي تجي تنقص في التكست نتاعك، وقت تجي تنقص في التكست نتاعك تعمل كنترول اس كيما هكا وتعمل رولو للبيج، يقعد دائما سكرول بار موجود، واضح؟ يقعد سكرول بار موجود حتى وكان التكست نتاعك قصير يقعد موجود سكرول بار، علاه؟ لانك لهنا عينت له الاوفر فلو قلت له سكرول، اعمل لي سكرول فك الاليمنت هذاك، عمل لي فيه سكرول. بينما اوتو هي شنية؟ اوتو انه في صورة ما كبر التكست وكل شيء اعمل لي سكرول بار، اوكي هاوك فماش سكرول بار لحد شيء لهنا، كان في صورة ما يطول التكست الوقت ذاك يعمل لك سكرول بار. اوكي هذه هي الحاجة الباهية كما تشوفوا قدامكم، واضح؟ شكون ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. هذه هي خاصية الاوفر فلو اللي مهمه جدا ونقوم بالاستخدام نتاعها جدا في الكود نتاعنا، معناها حتى في المستقبل باش نتعرضوا لها ياسر، وتستحقها جدا في المشاريع نتاعك حكايه الاوفر فلو. يلا الى اللقاء، نتقابلوا في الفيديو القادم.